في محافظة الريح اليوم كلها تناحر سياسي سهلة، بس حاجة واحدة، هذا هو الدور الأصلي 2011. التحدي أن يأتي براية مثل هذه لها دور 2011 ويتعدى على التحليل دور حتى أكبر دور شارع جوهري التونسية في ساحة 64,000 كيلو متر مربع. فقراوي خالد في الرسول 2011، فقراوي خالد لم يأخذ حقه، لكن مؤكد ما زلت ولا زلت وراوت هنا حتى الوقت. هذا حق الإنسان، هذا القرار الأردو، هذا التأسيسي ودارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية أو المجلس التأسيسي أو الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات وقرها الغيات. هذه هي الوثيقة، لكن يا خيوة نسعى ثائر الثوار، لا زلت ثائر حسب ما يقول القانون، وتحيا الشرطة وتحيا الدولة وتحيا يسوى ريت يا حكي العالم الوقيع على الخير. اسمع، هذا هو الكاشي، الكاشي مسؤول عليه السيد رئيس الهيئة، لكن خيمة الوسعة هذه حقوق الإنسان. لا لا، الراية الفوق راجتي كليب، أتحدى أن يأتي دولة لهذه، لكن أنا أؤكد للجميع أن السيد وكيل الجمهورية يعلم أني وراء 10 أيام على التوالي هنا بتونس العاصمة، أقول لا، ولا زلت ورد هنا حتى الموت. وحاولت أتحدى من يقول صح وصواب أو إيه أو عيد، لكن حال واحدة تدخلت ضد بن علي ليس إلا وعالب ونجاح تلك الثورة، حتى لا أقول مبارك للأسف الشديد يا خيرة الوسعة، لأنه تعدى اليوم يوم حقوق الإنسان، ولا حقوق الإنسان، هذه هي حقوق الإنسان، هذه هي حقوق الإنسان أو الدستور اللي طاح البارح ولا واحد ولا فصل 103 ولا كذا. حق الإنسان جو خالد فقراوي حي النار القاصرين، خالد فقراوي حي النار القاصرين، خالد فقراوي حي النار القاصرين، جاء ثورة، لكن هاي الواسعة لن تأتي بأي حكاية. قالت يوم العيد هذا هكذا ور بالنسبة لنا، فقراوي خالد هذا دم 2011 حصل التحاليل الطبية. وأكد لكم جميعا بالله ما تقصش الخطوة رسول، خلينا عدا آخر عدا لا لا، هذه رسالة للسيد، عايش خوي، هذه رسالة للسيد أمير دينه بالله، أخزر عدا رسول. هذه رسالة للسيد أمير دينه، هذه رسالة إلى السيد أمير دينه، حقوق الإنسان هذه رسالة، هذا يوم العيد اللي جلت هنا، هذا رسالة إلى مقر النهضة، روضته 3 أيام لكن لا شيء، هذه رسالة وكلكم تعلمون وكلكم أعلام النجاح، هذه رسالة حديثة العهد منذ قليل، أنا وراء 10 أيام، لكن ما زلت هنا، هذا هو بيت الموضوع أو بيت القصيد أو بيت الرسالة. هو المسؤولية الكاملة إلى هؤلاء الذين يحتفلون، هذا هي حقوق الإنسان كما تشاءون أو ترون، حقوق إنسان مراوغ وكيل الجمهورية رئيس الولايات التونسية هنا 10 أيام التالي على غير عن وجودها وزارة الداخلية ديالها، لكن أنا أقول هنا هذا هو حق الإنسان، ترجمناه إذا كان هذا ترجمة أو فرنسي أو أنجلي، حقوق الإنسان. فقراوي خالد يقولوا أن هذه رسالة إلى السيد صغير دينه حق عنده، وهو اللي جاء على صغيرنا كثير، هو اللي جاء على قطرة الدم هذه. هذه هي رسالة احتفالنا اليوم، ولي عظيم الشرف هذا الاحتفال الكريم، أقول نجد على جميعا أقول له حق الإنسان خارقة للعادة، هنا في هنا في شرع الحضور حقوق الإنسان كما ترون، هنا نقل حي في حقوق الإنسان، حق الحي لحقوق الإنسان، هذا هو حق الإنسان، حق الإنسان لا يأتي كريم. فقراوي خالد حي نار القاصرين، ثائر دوار 2011، أزاح بن علي وأنتم تطفلون، وأنا هكذا يمر علي 14 شهر.